الطريقة اسمها العروسة، والعروسة دي عبارة عن دايرة وبيتعلق فيها المسجون من رجله عشان ياخدوا منه الاعتراف. وكان في حاجة تاني اسمها المحرقة. المحرقة دي كانوا بيجيبوا خراطيم مية سخنة ويسخنوا بيها الزنازين علشان الجسم وأعضاء الجسم تفقد العمل ويفقد الحواس وبكده يعترف. كمان كانت في طريقة اللي هي الإعدام المعتاد اللي احنا عارفينه. أشهر الناس اللي اتسجنوا هنا احنا قلنا الشيخ كشك والزعيم السادات. السادات اتسجن هنا السجن اللي هناك ده، وفي الطلبة اللي كانوا بيعارضوا كانوا بيجوا يتسجنوا هنا، ومنهم بنات اتسجنوا في السجن اللي الناحية دي. في حوالي 42 زنزانة موجودين هنا في السجن ده. وكانت أي حد كان يعتبر في الوقت ده بيحاول ان هو يعارض الحكم كان بيجي يتسجن في المكان ده. احمد فؤاد نجم اتسجن هنا، الابنودي اتسجن هنا، كتير جدا من المشاهير اتسجنوا في السجن ده. احمد فؤاد نجم ألف اغنية شهيرة جدا للقلعة وللمساجين اللي موجودين هنا، واغنية كلنا نعرفها موجودة على الانترنت. دي قصة السجون في مصر. بعد كده جه حسني مبارك في عهد وزير الداخلية أحمد رشدي، المكان ده اتحول لمزار سياحي وما كانش ينفع ان هم يبتدوا يسجنوا فيه الناس. كمان من ضمن الحاجات الغريبة ان الاخوان اسمه ايه بتاع الاخوان؟ قطخ، سيد قطخ اتعدم هنا، اتعدم في المكان ده. خلاص